مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو يا جماعه كثير منكم ما بيعرف انه يا شيم عندها اخت توام، بس هي مو توام بالعمر، توام بالشبح. اوكي يا جماعه، بتشبه يا شيم بشكل فظيع يا جماعه. فاليوم يا جماعه راح افرجيكم، هي اسمها دنيز، تمام؟ هي رفيقتي كمان. فيا جماعه راح نشوف اليوم فيديوهاتها. بصراحه مو كل فيديوهاتها عم شوفهم، في بعض فيديوهاتها يا شيم طالعه معها كمان، وراح نشوف يا جماعه انتم قرروا تحت مين احلى، هي ولا يا شيم. اكتبوا تحت بالكومنتات يا جماعه رايكم بفيديوهاتها ورايكم بمحتواها. وهي البنت صغيره يا جماعه، بتعرف قديش عمرها؟ بتذكر عمرها 15 سنه يمكن، 15 يا 15 يا 16 بهالعمر. اوكي يا جماعه، فقبل ما نبلش فيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، واكتبوا تحت بالكومنتات ارائكم، شو حابين نعمل رد فعل، وشو حابين هيك اصور لكم. بحبكم كثير، رح نبلش فيديو سوا. سبسكرايب يا غنيم. اوكي، بدايه شوفوا، ترى والله البنتين يشبه بعض يا جماعه، يا شيم حلوه ودنيز كمان حلوه يا جماعه، اثنين هذول حلوين. شوفوا شو عم يغنوا، هذا تركي ترى والله يا جماعه، حاطي بانداني كمان. حلوه هذا البنت يا جماعه، فوني تقريبا هذا اول فيديو للبنت. كتير كتير بتحبني يا جماعة، كتير بتحبني هيك وأنا بحبها، بس مثل أختي طبعا يا جماعة. شوف هاي شوي، حلوة ها. أوكي يا جماعة، بس شوفوا يا شيم، ما بعرف أنا بالنهاية حأحكي مين أحلى بصراحة. شوف هي ولا يا شيم، أنا بتوقع يا جماعة بصراحة أحكي لكم، أنا بتوقع إنه يا شيم أحلى. هي لما كنا سوا. أنا ما بفهم تركي كثير يا جماعة. يا الشحدة يا شيم، يا عليها حركات يا محمد. شو هدول؟ هدول مين؟ هدول ولا واحد بعرف فيهم يا جماعة، الحمد لله. شيم كان رفقاته. سمبك. ولا واحد بعرف فيهم هذول، ولا واحد. هوني عم ترقد يعني؟ شو هذا الفيديو يعني؟ ما فهمت عن هذا الفيديو ابدا. شوف هذا، نديبك يا شيم، ايش الفيديو؟ شوف هذا، شوف هذا رقص التركي. شوفوا يا شيم كيف ترقص يا جماعه، في هذا يعني رقص تركي معروف هذا. هوني هذا شو شبه بعض. شو الفيديوهات؟ والله جد ما شفتنا انا يا جماعه، ما شفتنا الفيديوهات والله. شوف هاي، شوفوا الجنان، شوفوا الجنان، شوفوا الجنان. ترى يا جماعة معلومة انه دنيز بتخجل كتير، ها ما توقعت بتصور هي فيديوهات، يعني كتير كتير بتخجل البنت. اوكي نشوفها. ها هون لما ساوت شعره، شو اسمه، ساوت شعره هيك ملفلف. شوف هون، شنو هذا؟ انا اتوقع بس كبرت دنيز يا جماعه رح تصير بجمال يا شيم، صح؟ انا هيك اتوقع، ما بعرف. شوف هون، ايه
ايش عم ما فهمت شيء. هي حتى فيديوهاتها تسليك نفس انا اللي من وقت بنزل على التيك توك يا جماعه. انا عم نزل تسليك حالي على التيك توك، ما بحب التيك توك يا جماعه، بحب التيك توك بس مو زياده، يعني صرت هلا اهتم باليوتيوب اكثر يا جماعه. I love you يوتيوب. شو هون عم تعمل؟ ليك شو الحركه؟ عم تعمل لي شيء؟ ايوه شوفها. بير 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 جون جيرير جير جيري دورسي. انا اذا واحد حكى لي اياها بفهمها، بس اسمعها بهيك كتابه وقراءه ما عم بفهمها يا جماعه. يا عمي لغتهم ما بايخه، ما بعرف، مو بايخه يعني صعبه. ايه بكيت خلص فهمنا معنى الفيديو يا جماعه. بسم الله منين طلعت هاي؟ شو عم تعمل هون؟ ايوه اللي فهم على الفيديو يكتب لي بالكومنتات، انا ما فهمت ايش. هاي شو هاي؟ انا بشبه لحدا بس ما بعرف مين يا جماعة. بس هيك قديش بتعطوها شبه من ياشيم يا جماعة؟ قديش بتعطوها شبه من ياشيم؟ قديش بتعطوها شبه من ياشيم؟ شو هاي؟ اوه هون لما كانت ياشيم سميني. بني مهركسة. اخ يا ربي. في هذا الفيديو كنا مع بعض هون يا جماعة، بس ما بعرف شو هذا، ما بعرف، ما فهمت. هون شو شكلهم الحديقة هون. الله حلوة. شو مين هذا؟ شكلهم رفقاتها بالجامعة أو شيء صح؟ بجامعة؟ شو جامعة؟ بالمدرسة. اوكي حبايبي مثل ما شفتوا شفنا فيديوهات اختي ياشيم دنيس، ف فيديوهاتها حلوه بصراحه. بس انا يا جماعه بقول انه صح ياشيم احلى شوي، يعني احلى بشوي، يمكن لانه اكبر ياشيم ما بعرف يا جماعه، بس احلى منه بشوي. دنيس كمان تشوفوها على الواقع كثير لما حلو البنت ومسكينه وحبابه، عرفت شلون يا جماعه؟ فا اوكي هيك كان الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اكتبوا لي تحت الكومنتات شو حابين نعمل رد فعل وشو حابين نسوي على القناه. بحبكم 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 كثير. كان معكم شادي، بشوفكم فيديو جديد، واعطوني رايكم انتم كمان بالكومنتات تحت يا جماعه. اوكي رح اشوف كومنتاتكم كلها. باي.